في البداية يعني عايزة أقول لكل مشاهدينا نهاركم أبيض بخطين حمر، يعني نهاركم بلون ماتش بكرة بإذن الله تعالى. صباح الحب والدعم، صباح الأمل والتفاؤل. من هنا بقى عايزين نبتدي كلامنا كده مع بعض بجزئية مهمة أوي أوي يا جماعة. إحنا متفائلين، هنفضل متفائلين، فزي يعني ما بنقول دايما وزي ما بنحب دايما نقول تفائلوا بالخير تجدوه. وأنا الحقيقة مش بحب خالص بقى إيه نغمة إن أنا أبقى الفرقة اللي بتداري بقى على شمعها واقول ده احنا كده كده، اصل الفترة اللي فاتت كانت صعبة والفترة اللي جاية صعبة. عارفين بقى الحركات اللي احنا بنعملها في الامتحانات مثلا، اللي هو اقول لا ده انا ما ذاكرتش خالص وانا بقى ايه بايت على كتاب عشان خاطر لو جبت درجة حلوة يبقى الناس كلها متفاجئة، ولو جبت درجة وحشة ما انا كده كده ايه قلت اني مش مذاكرة. انا ما بحبش النغمة دي عموما، نطبقها بقى هنا برضو ان انا مش هقول لا انا قلقانة عشان خاطر الاقي بقى نفسنا كسبنا فاقول ايه ده احنا عدينا الصعاب وعدينا الظروف ومش عارفه ايه. على فكره هو مفيش كده اصلا في الكوره، يعني احنا فريق منظم، احنا فريق كبير، فريق بطل الدوري، بطل الكاس، مكسبنا بكره باذن الله امر طبيعي جدا ومنطقي، ولو حصل مش هيكون مفاجاه خالص على الاطلاق. وعلى فكره والعكس صحيح، لو خسرنا لا قدر الله برضه طبيعي، لان احنا بنلاعب فريق كبير منافس قوي، ان الدايه دايما ما بيننا وما بين الاهلي بتبقى يعني قويه جدا، بتبقى بطوله لوحدها ايا كان احنا بنلعب على ايه. يعني ان الدايه دي ممتده من عشرات السنين على مدار اكتر من 250 مباراه في كل البطولات، وما زالت وهتفضل بالشكل ده. فعشان كده بقول ان سواء مكسبنا او خسارتنا، مكسبنا هيبقى ليها عوامل منطقيه ان احنا نكون كسبانين بكره، ولو خسرنا برضه نفس الكلام، هنلاقي عوامل ثانيه ممكن يعني تمنطق شويه الخسارة، بس إن شاء الله بإذن الله ما نشوفش الخسارة. إذن فهو ما فيش مفاجأة تحصل بكرة، بس ده بقى لا يمنع على الإطلاق إن احنا نفضل نتفائل ونضحك ونقول بإذن الله هنكسب ونكون واثقين ونوصل الثقة دي لفرقتنا ولعبتنا. وده على فكرة مش غرور ومش تفقير ولا نبر ولا صوت عالي ولا كل المصطلحات بقى أيا كان اتجاهها في المكسب أو الخسارة، اللي معرفش الحقيقة دخلت في دماغنا إزاي وإمتى ومين اللي دخلها. لأن لا تفائلك هيخسرك، يعني ولا بقول يا جماعة احنا بكرة هنكسب ومش عارفة ايه وهنكسر الدنيا يخليني بكرة أقول ايه ده احنا خسرنا، ولا لما تشائم دي حاجة هتساعدني نكسب. فاحنا متفائلين واثقين، واثقين بقى في ربنا وفي الإدارة وفي الجهاز الفني وجميع الأجهزة سواء الإدارية أو الطبية، واثقين كمان في لاعبتنا، واثقين في دعم جمهورنا لفرقتنا. هنفضل بالشكل ده لحد بكرة، ولحد إن شاء الله ما نطلع معاكم بعد بكرة، وبإذن الله بإذن الله نطلع نقول لكم مبروك على المكسب. طبعا حته التفاؤل اللي بتتكلمي فيها دي، يعني التفاؤل طبعا ما تفاؤلوا بالخير تجدوه، والتفاؤل دايما من صفات وسمات المؤمنين. والواحد بيكره حته انك ايه تقلل من فرص فوزك وفوز ومن فرص فريقك في انه يحقق الفوز، وتروح لحته ايه اصل انا اضعف، اصل انا مش عارف ايه. الحته دي ما بتبقاش حلوه قوي، بتبقى الدنيا صعبه فيها. ولكن بكره مباراه كبيره ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك. نادي الزمالك بكره ان شاء الله لو فاز يحقق تاريخ جديد لنادي الزمالك، فرصه في الفوز كبيره جدا، محقق الدوري، محقق الكاس، هيلاعب النادي الاهلي، وصيف نسختين الدوري والكاس اللي بسببه ما يلاعب نادي الزمالك بكره ان شاء الله في السوبر المصري. وكان في اكتر من حاجه كده عايزين نقولها على حته السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الموضوع بتاع ان الناس تقول ايه اصل فرقتي هي الاضعف، اصل انت جايب صفقات عامله ازاي، اصل انت عامل ايه. الحته دي هي اللي بتبقى حديث السوشيال ميديا، وحته التحفيل، وحته القصه بتاعت اللي اتكلمت عليها نيرفانا بشكل كبير من شويه. ولكن في حاجه مهمه تاني، ان بكره احنا بنمثل بلد كبيره جدا، بنمثل بلد اسمها مصر. فانت على المستوى الرياضي، على مستوى الجماهير، انت لازم بكرة تمشي بشكل كبير جدا على مستوى الرياضة في المباراة وعلى مستوى التشجيع. 90 دقيقة ومفيش غير التسعين دقيقة، 90 دقيقة تلعب فيهم كورة، تموت نفسك فيهم، تكسب بإذن الله، تحقق بطولة كبيرة جدا. الكلام برضو على الجماهير، دي مش أول مباراة مثلا هتبقى ما بين الأهلي والزمالك. أنت لو كسبت مش هتبقى أول مرة تكسب الأهلي، ونفس الكلام العكس برضو صحيح. فأنت المنافسة دي والقصة دي هتفضل موجودة أمد الدهر، هتفضل مستمرة على طول ما بين النادي الأهلي ما بين نادي الزمالك.
وان شاء الله الواحد بكره يشوف مباراه كبيره ما يشوفش اي تجاوزات، وان شاء الله دي رياضه، والرياضه يعني مكسب وخساره، ولا هتكسب على طول الخط ولا هتخسر على طول الخط. ان شاء الله بكره نبارك لنادي الزمالك ان شاء الله في حلقه يوم السبت على الفوز ببطوله السوبر ان شاء الله يا نرجع. عايز اقول لك على حاجه كمان يا احمد، يعني احنا من اول ما ابتدينا نتكلم واحنا بنتكلم جوه الملعب، يعني ما خرجناش بقى وقلنا اصل الضغط مش عارفه من خارج الملعب عامل ازاي ومش عارفه مين بيقول ايه. في حاجه بس انا محتاجه اقولها، بما ان احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين الماتش يكون جوه الملعب وبس، يعني مفترض ان طاقم تحكيم بكره هيكون طاقم طبعا برتغالي، بس لسه ما تمش الاعلان بشكل رسمي، بس ده الكلام لحد دلوقتي. طيب هل نسكت بقى بالرغم بقول لكم مفيش اعلان رسمي لسه، هل نسكت؟ لا، يطلع بقى شخص كده قاعد بره مصر ما بوروش اي حاجه الحقيقه غير ان هو بيدس السم بشكل او باخر، والغل والحقد والكراهيه في نفوس الجماهير، وبيشحن وبيولع الدنيا عشان خاطر شويه، والله العظيم يعني انا مستحرمه اقول كده، يعني اللي هو مش مستحرمه يعني مستعيبه اقول، عشان شويه ريتش سواء بقى على تويتر، او طبعا دي اكتر بلاتفورم بينتشر عليها الحاجات اللي ملهاش اي لازمه، عشان بقى ايه يعني يكمل في حملاته الساذجه والسطحيه، لانه هو لو بطل يعمل كده للاسف محدش هيتكلم عليه. لكن للاسف الناحيه الثانيه برضو هي بتجيب مع الناس مع بعض مع دومي الوعي، فيقول لك ازاي حكم برتغالي يحكم ماتش القمه ومدرب الزمالك مستر فيريرا برتغالي، وتطلع بقى حمله موجهه ضد الحكم اللي محدش اصلا عارفه ولا حد فيهم يعرفه اساسا، لمجرد ان هو بس من نفس جنسيه مستر فيريرا، وكان خلاص طالما الحكم من بلد فيريرا يبقى الزمالك هيكسب. خلوني بس افكركم بحاجه كده خارج السياق شويه، وهي انه فاكرين يا جماعه الحكم الجنوب افريقي اللي بيحكم ماتش، اللي كان بيحكم ماتش للاهلي، وكان ساعتها كان موسيماني طبعا موجود، وهو سبحان الله برضو جنوب افريقي، كان الحكم ساعتها اسمه فيكتور جوميز، وكان من نفس جنسيه موسيماني، ما حدش ساعتها لا طلع قال ايه ده ولا مش ايه ده ولا نفس الجنسيه. بالمناسبه اصلا هم خسروا، يعني في الاخر هو الفريق اللي هو المدير الفني بتاعهم نفس جنسيه الحكم خسر، فاحنا لا احنا ممكن نتشائم بحاجه زي دي مش ناخدها لا وندافع، لا مفيش الكلام ده. فانا بس بتكلم انه المرحله دي يا جماعه من يعني ممكن اقول عليها مصطلح مثل تاني. نادي الزمالك كان عنده ماتش مهم جدا في المراحل الحاسمه للدوري، وكنا بنلعب بيراميدز، وجه حكم يوناني زي جنسيه تاكس جونياس المدير الفني لبيراميدز، واحنا اللي كسبنا بيراميدز، فدي حاجه ما تدعوش للتفاؤل خالص ولا شفنا حاجه لا تدعو للتفاؤل خالص يعني ولا بالظبط. وده اللي كنت بتكلم فيه، اللي هو يا جماعه هو اصلا الستيريوتايب اللي بيحصل لما مثلا الحكم بيجي نفس يعني جنسية المدير الفني، للأسف هو النتائج ثلاث أرباعها بتؤدي لخسارة الفرقة، فيعني احنا بنتمنى ان ما يحصلش. بس انا بتكلم في حاجة انه يا جماعة المرحلة دي من الإسفاف الفكري، مش عارفة اقول عليها حاجة تانية الصراحة غير الإسفاف الفكري، ما ينفعش يترد عليها. يعني في كلام كده كله مجرد طرحه او محاولة ان انا ممكن اتناقش فيه، هي محاولة عبثية الحقيقة، وعيب ان احنا نتكلم فيها اساسا. لكن انا هنا بخاطب البعض اللي لسه فيهم امل من اللي بيسمعوا الراجل ده واللي زيه، ارجوكم كفايه نمشي ورا يعني الناس اللي بتقول كلام في الهوا، يعني الناس اللي مش عارفه هي بتعمل ايه، او هي عارفه هي بتعمل ايه بس اللي هي بتعمله بعيدا تماما بقى عن مصلحتك يا اللي بتسمعه وبتصدقه، بعيدا تماما بقى عن مصلحه الانديه، مفيش الكلام ده. الشحن ده ما بيصبش غير في مصلحه البني ادم ده بس، وانا وحضرتك اللي بتتابعني وسامعني دلوقتي ملناش مصلحه خالص غير ان احنا نتفرج على كره نظيفه، نستمتع باللعب النظيف ونتفرج، واللي كسب مبروك واللي خسر هارد لك وسلام عليكم. ده اللي احنا عايزينه. طبعا هنزعل لو فرقتنا او الفرقه اللي انا بنتمي ليها اللي هي طبعا قناه الزمالك اللي هي طبعا بتمثل نادي الزمالك، لكن الشحن والكره وما بيترتب عليهم كمان من افعال مش هيفيد اي حد في الوقت اللي خلاص ما بقاش فيه ينفع الندم. فنتمنى ان الحاجات دي يا جماعه من يعني ما نسقش وراها الناس اللي لسه بتسمعه والناس اللي بتعمل له شير وريتويت. على فكره حتى وانت بتعمل مثلا شير وبتتريق عليه دي حاجه هتبسطه، في ناس يا جماعه بتتغذى على الترندات التافهه بجد، يعني بالنسبه لهم كده ده دي تغذيتهم في اليوم، اللي هو انا طلعت الترند بقى بقول اي كلام بقول اي حاجه، يعني
دي حاجة أنا ما بحبهاش، وكل أعتقد المذيعين مروا بيها والترندات اللي احنا طلعناها عشان خاطر حاجات ما حصلتش وتركيب من هنا على تركيب من هنا، بس الناس الواعية هي بس اللي هتبقى عارفة إنه صدقني ولا أي حاجة دي بتحصل ولا هتصب في مصلحتك، هو بس عايز يتكلم في الهواء. بالظبط. وحتة كمان اللي بيصدقوا الكلام ده نيرفانا، زي ما أنت قلت كده، في معدومي الوعي أو بعض الجماهير مغيب الوعي، هم اللي بيسمعوا القصص دي، لكن ممكن نسامحهم لأن جماهير ممكن ما تبقاش عندها الوعي الكامل، لكن الموضوع بيتحول لموقف رسمي وبيان في بعض الأحيان بتردد نفس الكلام الساذج اللي اتقال في هذا الفيديو لهذا الشخص المغيب اللي بيدس السم من خارج مصر. فدي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. فعلى أي حال خلينا ما نبصش غير لأن ده كلام فارغ، نركز مع فريقنا، ندعم فريقنا، كلنا ثقة بإذن الله في رجالة نادي الزمالك إنهم يقدموا جيم كبير بكرة، يعملوا ماتش محترم، النتيجة دي زي ما قلنا بتاعة ربنا، لكن جمهور نادي الزمالك بيفرق معاه قوي الاجتهاد والعرق وإنك تبذل كل مجهودك وكل المطلوب منك، تلعب بروح كده الموسم اللي فات، تجري بقتالية العشر جولات الأخيرة اللي كسبناها وحسمنا بيها لقب الدوري، ولقب هو الأصعب في تاريخ نادي الزمالك. اقفل كل طرق ممكن تؤدي لأنك ما تمشيش بشكل كويس، لأ أنت تمشي وتكمل وتعافر لحد النهاية. ده كلام كان مهم جدا حابين نقوله في بداية الحلقة عن ماتش بكرة، ماتش السوبر المصري ما بين نادي الزمالك والغريم التقليدي نادي الأهلي.